السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ أظن أحداث الأسبوع كانت كبيرة أوي. نبتدي بس الأول لايف بتاعنا بالترحم على الفنان الكبير سمير غانم. أنا بسميه المادة الخام للكوميديا. رحل عننا المادة الخام للكوميديا. كان رحمة الله عليه بسيط جدا في الكوميديا بتاعته، وكان بتوصل لكل الناس بمنتهى البساطة والسهولة، وكان بيرسم دائما وأبدا الضحكة على وشوشنا جميعا. طلع رامي رضوان اللي هو زوج الفنانة دنيا سمير غانم بعد فترة انقطاع، وهو اتكلم في موضوع بصراحة كان مستفزني جدا، وانا تركت كمان تعليق على قناة الدي ام سي قلت في رأيي. قعد اتكلم عن التدافع اللي كان بيحصل في الجنازة من السادة الصحفيين والمراسلين لجميع المواقع، وقال كانوا بينطوا فوق الناس وبيطلعوا فوق الترب وعشان يصوروا وعشان ياخدوا لقطة معينة ويقولوا حاجة حصري أو يشوفوا حاجة حصري، فده كان مزعجه جدا ومزعج أهل الراحل الفنان الكبير سمير غانم. وده طبعا مش أول مرة تحصل في الجنازات أو حتى في المناسبات في الوسط الفني، كان بيحصل كتير وكان الأمر مستفزني جدا. اللي أنا قلته إيه أو الاقتراح، ويا رب تكونوا متفقين معايا فيه وتتبناه نقابة الصحفيين، قلت يا ريت نقابة الصحفيين يكون عندها مركز إعلامي متخصص للتغطيات، تغطيات الأحداث الفنية سواء الجنازات والعزاء أو حتى المناسبات الأخرى، يكون متخصص عندها يطلع بالتعاون مع نقابة الفنانين مركز إعلامي متخصص فيه عبارة عن 2 صحفيين، 2 مراسلين، 2 مصورين. طبعا مش هم لازم اللي ينزلوا كل مرة، يعني انا قصدي يبقى عنده كوكبة من الصحفيين والمراسلين والمصورين، و بتوالي الاحداث ينزل 2 فقط من كل كارير، 2 مصورين، 2 صحفيين، 2 مراسلين، يغطوا الاحداث بمنطقية وبموضوعية وبشفافية وباحترام، ويروح الماتيريال لهذا المركز ويتم توزيعه على كافة المواقع الإخبارية الإلكترونية أو المكتوبة الصحفية التلفزيونية، يتم توزيعها. أعتقد إن ده هيتلافى في مشاكل كتير من حكاية فعلا المراسلين والمصورين اللي هم يتسابقوا ان هم ياخدوا حوارات او ياخدوا كلمة او يصوروا لقطة معينة، وكل موقع بقى ودماغه، يعني عايز يعمل اللي هو رايح مثلا الموقع دوت عشان بيحب يصطاد حاجات معينة فيصور صورة معينة فيتكلم فيها فيحاول يعمل فيها ترند، مع انها ما تكونش ممكن يكون لها مثلا ايه في صلب موضوع الحدث، هو عايز يركب ترند وخلاص. فلما نقابة الصحفيين المسؤولة عن الصحفيين والمواقع الإخبارية تعمل ده، هنتلافى أشياء كتير بقى. هنتلافى سلبيات كتير بتقرأ أو بتسمع أو بتشاف بصراحة، وهيبقى التغطيات في منتهى الاحترام، ان مثلا لو في جنازه مثلا رحل عن عالمنا فلان الفلاني رحمه الله عليه، والحضور كانوا كذا وكذا والفنانين كذا والدنيا كذا وحصل كذا وكلمه من هنا وكلمه من هنا وصورتين في منتهى الاحترام والشياكه، وينزل ويتوزع. هو ده الخبر،
مش محتاج اكتر من كده الخبر يعني. فده يا رب رأي ينال الاستحسان وينال التفعيل. ده بالنسبة للموضوع الأولاني. الموضوع الثاني برضو حصل ترندات كتير جدا بقى على السوشيال ميديا، إن بعض الفنانين كانوا موجودين في العزاء صباحا وحضروا فرح بالليل. أنا أعتقد إن كل إنسان مسؤول عن أعماله، مالناش فيه، وكل يعني كل واحد هو بيحاسب ضميره وبيحاسب أفعاله. وأكيد أكيد الحزن بيبقى في القلب، لأن في فنانين كسر كانوا موجودين اشتغلوا معاه طبعا في أعمال كتيرة وبيحبوه، إن هو محبوب من كل الوطن العربي مش الفنانين فقط يعني. فكنت شايف إن هو العيب على السوشيال اللي هي طلعت كده والصور ديت والدنيا ديت بطريقة كتير، وما ما خدوش بالهم ان ممكن أسرة المتوفي ممكن تتضايق او يبقى في مشحنات كده داخلية بينهم. المفروض ما ينفعش الكلام ده. بس انا استوقفني، سيبك من كل دوت، موقف طبعا محترم للفنانة هالة صدقي اللي هي اعتذرت عن الفرح لحزنها على الفنان سمير غانم، و كانت تقريبا كانت مسافرة وقطعت سفرها ورجعت حضرت العزاء وما قدرتش تروح واعتذرت عن الفرح بالليل. ده كان الموقف الأبرز يعني. من ضمن المواقف البارزة برضو موقف الكاتب والسيناريست تامر حبيب، وفي كتير جدا جدا حتى من أصدقائه سواء في الوسط الفني او من خارج الوسط الفني، وانا دخلت وشفت البوستات بتاعته وشفت الكومنتات بتاعته كمان، اللي هو كان بيذكر اللي انا عادي مفيش مشكلة ورحت الفرح ورقصت مع عمرو دياب وحد عايز حاجة. انا اعتقد اللي انت شخصية عامة ما كانش يجب ان البوست ده ما كانش ليه لازمة يعني. انت حر، انت حر، ما حدش هيقيد رأي حد او يقيده انت تكتب ايه او ما تكتبش ايه. بس انا من وجهة نظري الشخصية ان في حالة الحزن اللي كانت عايشاها مصر على الفنان الكبير سمير غانم او الوطن العربي كمان والوسط الفني، ان يطلع تصريح وبوست منك بهذا المعنى وحد عايز حاجة ديت اكنك داخل تتخانق مع الناس يعني. انا شايف ان هو موقف كان اللي انت كنت لازم تراجع حساباتك قبل ما تكتب البوست ده ويتم استفزاز ناس كتير جدا جدا فيه. من الحاجات التانية اللي حصلت اللي هو تداولت في السوشيال ميديا كتير عن الشركة المتحدة، وناس كتير كتبت إزاحة تامر مرسي من الشركة المتحدة وفي المنتج الفلاني هتولى والمنتج الفلاني. حصل حاجات كتير قوي وكلام كتير قوي في القصة ديت. أنا شايف إن دي أمور خاصة بالوسط الفني وخاصة بالقائمين والعاملين على الوسط الفني فيها. فهنشوف الأحداث رايحة فين وجاية منين. بس أنا عايز أقول حاجة جملة صدق، لأن أنا استغربت إن في ناس كتير قوي برضو زي ما اتكلمت في اللايف اللي فات إن هي بتخش شمتانة، وهفضل أكررها وعدها، مش حلو الشماتة في مواقف معينة أو أزمات معينة للبني آدمين، مش حلو الشماتة. قول رأيك زي ما انت عايز، انقد زي ما انت عايز، بس باحترام وبأدب
من غير ما تجرح اللي قدامك وتجرح الشخص ده، مش حلو. الأغرب من كده إن هذه الشركة عملت أعمال محترمة، زي مسلسل الاختيار واحد والاختيار اتنين وكثير من الأعمال الفنية اللي هي نالت استحسان الوطن العربي كله ومصر خاصة، وكانوا بيشكروا، فجأة اتقلبوا إن هم بيذموا وبيشتموا. الأغرب من كده بالنسبة لي إن أنا كنت بشوف بعيني أشخاص كتير جدا سواء في الوسط الفني أو غير الوسط الفني إن هم بيكتبوا بوستات فرحانين وشماتة وهجوم حاد، وبعد ما طلع بوست معين قال إن فيه هيبقى مؤتمر صحفي وهنقول فيه الحقايق والدنيا والقصة، في ناس كتير جدا شالت البوستات دي مسحتها ورجعت تدعم تاني. بجد انا مستغرب، بجد انا مستغرب. انت عندك موقف خلاص، خليك في موقفك، انما مش تمشي بموقفك على حسب مجريات الامور. الدنيا حلوة فاخش واشكر واقول والدنيا حد وقع فافضل اخش اهجم واشتم وازم واعمل وهاجم، مش عارف يطلع تصريح تاني اسحب الكلام اللي انا قلته بعد كده، لا والله ده الدنيا لطيفة وجميل والحاجات حلوة. انا مستعجب عن ده بصراحة. دي حاجة. الحاجة التانية بالنسبة للفنان الجميل الطيب الفنان شريف الدسوقي، ربنا يشفيه يا رب ويكمل شفائه على خير بعد طبعا الحادث اللي هو تعرض له وتم بتر قدمه فيها. قلت ونزلت بوست وهفضل اكررها تاني، كل الدعم للفنان شريف الدسوقي وكل الدعم يجب ان يكون من الوسط الفني، من اصدقائه المقربين وحتى غير الأصدقاء واللي ما تمش التعامل معاه قبل كده. يجب على نقابة المهن التمثيلية والشركات القائمة على الإنتاج من مديرين أو مديرين إنتاج أو مخرجين إن هم يجيبوا ويرشحوا الفنان شريف الدسوقي في كثير من الأعمال. ده هيساعده جدا 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 في حالته النفسية لما يلاقي نفسه. فيلم اي حد فينا لما يكون نفسيته متأثرة في حاجة او عنده عافانا الله كده كارثة معينة او حاجة معينة في حياته، الشغل بيلهي الواحد وبيظبط له موده كده زي ما احنا بنقول. فان شاء الله يا فنان يا جميل يا شيف يا دسوقي ترجع احسن من الاول، تعمل اعمال جميلة، المخرجين يحطوك دايما في الحسبان، شركات الانتاج تحطك دايما في الحسبان عشان ما يبقاش فترة وتعدي اللي هو بوستات دعم وربنا يشفيك وبعد كده الموضوع يتنسي. وموقف جميل جدا جدا من رئيس الجمهورية اللي هو امر ووجه الشركة المتحدة بعلاج الفنان شريف الدسوقي على اعلى مستوى، وده حصل بالفعل وتم نقله من المستشفى في اسكندريه الى مستشفى في القاهره لاتمام علاجه باذن الله. ونقابه المهن التمثيليه حتى اول ما نزل البيان بتاعها او البيان بتاعها انا نشرته اللي هي بتشكر فيه الشركه المتحده ان حصل ان هي تكفلت بعلاج الفنان شريف الدسوقي على حسب طبعا توجيهات من السيد الرئيس. هرجع اقولها تاني، يا رب ما يكونش عبارة عن بوستات دعم، او نتمنى تكملة الشفاء وينتهي الوضع على كده عشان مش بعد فترة نطلع ونقول فين شريف الدسوقي، وان شريف الدسوقي حالته النفسية صعبة حالته المادية صعبة. فرجاء كل الدعم كل الدعم لهذا الفنان الجميل،
ان هو نشوفه في اعمال كتيرة من ترشيحات من النقابة ومن المنتجين ومن المخرجين. اشكركم، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، واكون دايما بتكلم باسلوب محترم انتوا تتقبلوه، واراء معتدلة محترمة ننفع بيها بعض. السلام عليكم ورحمة الله.